السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازاي نعمل سي في يكون مودرن ويكون شكله حلو وشيك، حاجة مثلا بالشكل دوت؟ تمام، الموضوع بسيط ما فيهوش عبقرية ولا حاجة خالص. في موقع هندخل عليه اسمه تمبليت دوت نت، هتلاقي الرابط اسفل الفيديو. هو فيه كمية كبيرة جدا من السيفيهات الحديثة والعادية والابتكارية والحاجات ديت، وكلها مجاني. والميزة بقى في الموقع دوت ان انت تقدر تحمله انديزاين او تحمله الستريتور او وورد او بيج او بي اس دي فوتوشوب او بابلشر، فانت تقول له فري داونلود، فبيبدا بقى يقول لك انت عايز تحمل ايه فيهم. فبقول له مثلا عايز احمل وورد، تقدر تختار اي واحد فيهم تقول له داونلود، فبيقول لك انت عايز تحمل ايه، فبقول له فري، فبيبدا يحملها لك على طول. فبقول له سيف، فهو مجرد ان هو يتحمل تبدا تختار ملف الوورد ويتفتح معاك بدون اي مشاكل خالص. طيب بعد كده ايه اللي مطلوب؟ مطلوب بتعدل بقى، يعني ده السي في عام، انت بقى بتكتب الحاجه الخاصه بيك. يعني مثلا هتكتب اسمك مثلا، فتكتب مثلا عمر سي، تمام. ده حسابه على الفيسبوك، تويتر، البنهانس، حط الحاجات اللي هتفيدك في شغلك. يعني لو الفيسبوك بتاعك بتتكلم فيه في حاجه سياسيه او بتتكلم في الكوره، معلش بلاش، لان ممكن يكون هو زملكاوي وانت اهلاوي او العكس فتحصل مشاكل، لا بلاش. لو انت كله شغل خلاص خلي الشغل. الموقع ده حلو مثلا، اللينكد ان حلو، خلي الحاجات اللي لو دخل مفيش فرصه تحصل مشاكل. الدراسه، هو هنا درس في جامعه كاليفورنيا، انت درست في جامعه في السد بتاع، اكتب الجامعه اللي انت درست فيها، اكتب تليفونك انت، اكتب الموقع بتاعك لو عندك موقع، اكتب الايميل بتاعك. اللغات تبدأ تشوف انت بقى اللغة بتاعتك ايه، لو مفيش خلاص بتعدل، يعني مجرد تعديلات. هنا الراجل ده متخصص في اليو اي يو اكس وخاص في الفوتوشوب، اكتب انت بقى حسب درس محاسبة، درس كذا، الخبرات بتاعتك من اخر الاول، يعني الحاجة اللي انت شغال فيها دلوقتي والحاجة اللي بعد كده تبقى موجودة هنا وهكذا. ممكن من الاول تبدأ تدور تقول له لا ده انا عايز في خاص مثلا بالبروجكت مانجر، فهتلاقي التعديل فيه اسهل. تمام، هتلاقي ان هو نفس الحاجه بتاعتك بس بتعدل الحاجات اقل. تمام، دي مثلا حاجه خاصه بالحاجه كرييتيف، فتبدا تختار الالوان مناسبه ليك ولا مش مناسبه حسب الحاجه اللي انت بتعملها. تمام، يعني ما احطش حاجه خلاص، ابدا اشوفها خاصه بالشغل بتاعي، قريبه من الشغل بتاعي ولا لا. الالوان، تشوف الالوان اللي هي حاسس انها لايقه عليك، بلاش اللون الاسود لان هيفرق معاه في الطباعه، فممكن يكسر يطبع السي في بتاعك. تمام، احط الصوره ولا ما احطش؟ والله في ناس بتقول لك حط وناس تقول لك ما تحطش. لو حاسس ان الصوره هتضيف حط. تمام، يعني عايز تلفت انتباهه مثلا لحاجه ممكن بتترفض بسببها فتحطها، وهكذا يعني. تمام، ففي عدد كبير جدا من السيفيهات، تبدا تشوف الشكل اللي انت عايزه، ومجرد بس بتعدل. يعني مش مستاهل ان انت تروح لحد تديله فلوس، لا، مجرد بس ان انت تعدل وتكتب الحاجات اللي انت كويس فيها وتبعتها له.